رسالة الهدى، نظم العلامة الشيخ محمد سعيد صفر المدني رحمه الله تعالى. الحمد لله العظيم الشان، من أنزل القرآن والمثاني، وحقق التوحيد والأحكام، وبين الحلال والحرام، أرسل بالهدى ودين الحق رسوله ورحمة للخلق. على الأنام أوجب اتباعه، فقد أطاع الله من أطاعه، ومن عصاه فهو عاصي الله مخالف له بلا اشتباه. صلى عليه الله بالسلام مؤيدا بالعز والإكرام، والآل والأصحاب والأتباع لهم بإحسان وكل داعي. وبعد، إن هذه الرسالة فيها اتباع صاحب الرسالة، فقد أمرنا باتباع هديه في أمره وننتهي عن نهيه. قال: وما آتاكم الرسول، قد ضل من عن هديه يميل. وهذه الآيات في أمثالها تبلغ النفس منى آمالها، ودلت السنات بالإجماع على اتباعه فنعم الداعي. قد أجمع الأصحاب والأئمة بعدهم من علماء الأمة، أن كتاب الله أصل أول، عن حكمه المبين ليس يعدل. وسنة المختار أصل ثاني، بها يبين مجمل القرآن. والثالث الإجماع، لا تجتمع على الضلال أمتي متابع. والرابع القياس رأي المجتهد، ما ليس منصوصا على ما قد عهد. إذا تحققت لصول الأربعة وهي على ترتيبها متابعة، فإن أتى النص من القرآن فالحكم فيه القطع كالإيمان. وما بآحاد ولو قد شوهرت ظنية إلا إذا تواترت. أما الضعيف ليس ذا محال، يقبال في فضائل الأعمال. والقطع بالإجماع إن تحقق وهو بأهل الاجتهاد والتقى. والرأي ظني، أي القياس، ليس بظنياته القياس. وقدم النعمان وابن حنبل على القياس مرسلا وهو جلي، بل قدم النعمان ذو الأساس قول الصحابي على القياس. فلا يجوز الأخذ بالتعصب لقول متبوع مخالف النبي، إذ أجمع الأئمة الأعلام، من بهداهم ينجلي الظلام، كمالك والمرتضى النعمان، والشافعي وأحمد الشيباني، بمنع من يتباعهم في بعض ما خالف نصا للحديث محكما.
بل قد جرى هذا عن الصحابة كعمر المشهور بالإصابة، بل صح عنه ذاك في القرآن إذ ليس معصوما من النسيان. لم يار مهرا فوق 500 فعارضته امرأة بالآية، يقول آتيتم إحداهن فعز إذ وافاقها ولم يهن. والعذر للأعلام أن لم يسمعوا حديثه، لو سامعوا لاتبعوا. ولم يحط شخص بأقوال النبي قطعا بلا شك، فلا تكن غبي. وليس عذرا للذي قلادهم إن خالف النص وما أسعادهم. وقولهم تعارض الرواية بمثلها وهما بلا دراية قول ضعيف ساقط بمرة، بالاتفاق لا يساوي ذرة، لأن ما بالوهم ليس يقبل ولا عليه أحد يعول، بل بعد إثبات له يصحح، وما اقتضى الترجيح فهو أرجح. هذا وقد جرى لأكثر الخلف شيء قبيح ما روي عن السلف، كقولهم لا يقتدي ذو مذهب بأحد من غير ذاك المذهب، فالحنفي لا يقتدي بالشافعي والشافعي ليس له بتابعي، وذاك أمر بين البطلان مخالف للسادة الأعيان. قد كان أهل الاجتهاد يقتدي بعضهم ببعضهم ويهتدي، بل اقتدى الصحابة النجوم بأمراء الجور ذا معلوم. سنوا صلاة الخوف حين شرعت لأجل دفع الخلف كيف اجتمعت، وفي اتفاقهم ليوم الجمعة على الفريقين قيام الحج، شقوا عصا الإسلام باختلافهم، فالله يهديهم إلى ائتلافهم. أدى إلى تكفيرهم إخواتهم، لا ينكحون الشافعي ابناتهم، لأنه يشك في إيمانه، من ذا يرى ذلك في إخوانه. والله ما استثناؤهم للشك، فإن هذا من عظيم الإفك، بل تبركا وخوف العاقبة فاحذر هديت من أذى المعاقبة. وقولهم إنا إمامي أفضل في غيره بلا دليل يعقل، ليس لهم فيه سوى اقتدائهم وأخذهم ذلك عن آبائهم. وقولهم لا بد من ترجيح لمقتداه ليس بالصحيح، بل يكتفى في الاقتداء بالتسوية كطرق موصولة مستاوية، بل جوزوا التقليد للمفضول مع وجود الأفضل المقبول. تقليدنا الأربعة الأئمة دون الصحابة هداة الأمة أقوى دليل واضح للقائل، تقليدنا المفضول دون الفاضل. وقولهم يفرض أن يقلد شخصا معينا له مجتهدا، فليت شعري من علينا أوجبا، الله أو رسوله قد أوجبا. والله ما هذا سوى التعب
التعصب أدى إلى إيجاب ما لم يجب، وقولهم في الاجتهاد قاطعا وأخذنا بما روينا امتنعا. لا شك قطعا أن هذا منهم تحكم وباطل لا يعلم من محكم الذكر ولا من سنتي، ولم يقله أحد الأئمة، بل قيل في الأصحاب كل مجتهد، وما للاجتهاد كل مستعد. فما دليلهم لهذا المدعى؟ يأتي به من ادعى لنتبعا. إن قيل فيض الجهل والمخالفة، قال النبي لا تزال طائفة. أو قيل بالعجز عن التحديث، فعصرنا أكثر في الحديث. كم ترك الأول للأخير، وذاك فضل الواسع القدير. من ذلك المسيح والمهدي، فضلهما مشتهر جلي. فهل يقول عاقل إنهما مقلدان في الهدى غيراهما؟ وعجب لما قالوا من التعصب أن المسيح حنفي المذهب، مع قولهم أن ليس للمجتهد تقليده للغير من مجتهد. أليس عيسى عندهم مجتهدا؟ متى يكون تابعا مقلدا؟ والله لو أن الإمام سامعا، ما كان من إفراطهم لجازعا. وقولهم لا يعمل المقلد إلا بقول من له يقلد، فرض عليه واجب محتم، يحرم إن خالفه ويأثم. قول عجيب لم يقله منصف إلا الذي من شأنه التعسف. لسنا بمأمورين أن نقلد إلا النبي المصطفى محمدا، فقدم الدليل بالاتساع بالذكر والسنات والإجماع. أما سؤالنا لأهل الذكر فذاك فيما عنه لسنا ندري، إن كنتم لا تعلمون ظاهر في دفعه لا يفلح المكابر. وقول أعلام الهدى لا تعملوا بقولنا في خلف نص يقبلوا، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا ديناك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهما مقالا. فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتبون
يحتفون بالنبي وقولهم رفعوا اليدين مبطلوا في الانتقال ليس شيئا يقبلوا وقد روى الرفع من الصحابة 50 شخصا قال ذو الإصابة الحافظ ابن حجر وما ورد عن ابن مسعود فذاك معتمد وما أتى عن ابن مسعود فقد قال به النعمان واعتمد ورجح ابن العز ذو الرواية الرفع في الشرح على الهداية قال إذا زاد الثقات يقبل قولهم وذاك شيء يعقل إذ ابن مسعود نفى وأثبت والرفع سنة خذوا أو اسكتوا ما لي أراكم رافعي أيديكم ليس دليلا حل في ناديكم بل صح أن ذاك في السلام من الصلاة يا ذوي الأفهام والوضع للكف على الكف ورد عن النبي الهاشمي لا يرد رواه مالك وأصحاب السنن ومسلم مع البخاري فاعلما ومن يقول بدعة فقد كذب دعه ولا تذهب لما له ذهب فحيثما وضعت تحت السرور أو فوق أو في الصدر ليس يكره وصحح الرواة فوق الصدر كما رواه وائل بن حجر وقولهم في المقتدي إذا تلا فاتيحة صلاته قد أبطلا قول سخيف ساقط لا يعتمد لأنها الصلاة نصا قد ورد قال بها أكثر أهل العلم كما رواه الترمذي ذو الفهم وعن محمد وذاك ابن الحسن قول صحيح طيب المعنى حسن المقتدي يقرأ في سر به لأجل الاحتياط لا الجهر به كما يقول مالك وأحمد وذاك قول ظاهر يعتمد وهو كما قال علي القاري أولى لأجل الجمع للأخبار وكم له من حنفي رجح لأنه دليله قد واضح وقولهم إن اقتدى بشافعي يسجود قبله ولم يتابع عند قنوت يظهر المخالفة فعجب له اقتدى به وخالفه والقول في الجلوس بالإشارة قول صحيح واضح العبارة ومن يقول إنه محرم قد قال قولا باطلا ويأثم كيف وقد صحت به الرواية عن سيد الأنام ذي الهداية فليحذر المغرور بالتعصب فتنته لرده قول النبي لعله لقول عالم به اعتنى عندي إمامي والنبي سواء وقال بعض لو أتتني مئة من الأحاديث رواها الثقة وجاء في قول عن الإمام قدمته
فانظر لذا الكلام. وقال بعض إنما بمذهبي أمرت لم أؤمر بأقوال النبي. وذا كثير عنهم لا يحصى يبلوغ في القبح لحد أقصى. من استخف عامدا بكل ما عن النبي جاء كفرته العلماء. فكن كما قيل عن المهدي يهوي إذا قيل عن النبي. فيضع الخد على التراب تواضعا لسيد الأحباب. خاتمة في رد بعض البدع من كل أمر سيء مختار. من شرها إطالة الثياب فإنه نائ عن الصواب. وقد سمعت قول بعض العلماء بأن هذا ينبغي للعظماء. وهم كأهل العلم والسادات لأنه استحسين في العادات. وقيصار الثوب شعار السفلة فانظر إلى كلام هذه الجاهلة. فاترك كلامهم وخذ بما صفى وهو اتباع الهاشمي المصطفى. لا حظ للكعبين في الإزار ما زاد عنهما غدا في النار. كقولهم بأن من عاداته ما وجدت قد ساقطت جمعاته. قالوا بترك فرضهم للبدعة وليس هذا غير هدم السنة. وفتحهم للناس باب الحيل فكم حوت من علل وخالل. منعوا الزكاة والربا فتشابها نعوذ بالله من ارتكابها. كم شفعة بفعلها قد مونعت وكم حقوق للأنام ضيعت. ما جوزت إلا لدفع الضرر كما أتى في بيع تمر خيبري. ومن عظيم ما أتوا من البدع في مسجد الرسول أعلى من ركع يوم كنيسة من الفساد وكثرة الصياح للأوغاد. وخلطة الرجال والنساء وغير ذلك من الأهواء. كذا كما يفعل في الزيارة لحمزة الليث أبي عمارة. من صرف أموال ومن إفساد مع ما يرى من منكر في النادي. يرون لهوهم وبغيهم حسن كأنه عندهم من السنن. حتى يقول بعضهم لبعض تقبل الله كفعل الفروض. كذاك إيضا جملة القباب فإنها تدعو إلى التباب. كذاك إبقى فضة وذهب في الحجرة الفيحاء لتعظيم النبي. وليس تعظيم نبينا بأن نعصيه بل باعنا السنن. وذبحهم للجن والشيطان شرك وفيه سخط الرحمن. وبيعهم أولادهم للأولياء لدفع موت من فعال الأشقياء.
وشر بدعة بدت في الأمة هذا الدخان إذ فشت وعمتي قد أضاع شاربوه مالا فالله يهدي من إليه مالا ومن يقول إنه كالطيب فما له في الذوق من نصيب هذا وكم من بدعة وفتنة في الحرمين بل وكل بلدة فنسأل الله اتباع أحمد فهو الذي لكل خير قد هدى والله يهدينا إلى مرضاته فضلا ويؤوينا إلى جناته تم نظامي في رسالة الهدى في الاتباع للنبي المقتدى صنفتها وسيلة لقربه عسى أكون في غد من حزبه لم آل في جهدي إلى إنصافي مجتانبا طريق الاعتسافي والله عالم بسري والعلن يصلح مني ما ظهر وما بطن عدد هذا النظم صف تاريخها فاسمع بأذن ثم كن مصيخها والحمد لله على التمام حمدا به يحسين لي ختامي ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله الخلاصة الكرام وصحبه الهداة للأنام والتابعين هديهم ومن قفى آثارهم والله حسبي وكفى.